احنا كنتواجدو في منطقة التيفلت، المهم انا كنت كندور معاها في معهد الواد هذا، الواد هذا بحال طريق المسلات، المهم تا كنشوف هذا المنظر هذا، ايوا بحال واحد بحال حفرة جات هناك السفح، جيت تقربت مزيان تأكدت، بقيت بلي هذا راه قديم هاد الحفرة هادي، يعني وهذا راه بحال كان واحد النيزك صغير، شوف صغير طاح هنايا دار هاد الحفرة هادي، يعني كيما كتشوفو دابا راه ماشي من صنع الإنسان، ولكن هذا راه بالفعل واحد قطعة ديال الحجر نزلات من السما وشكلات هاد الحفرة هادي. كنشوفو حتى الجناب ديالها كاين واحد الطربة حمراء بحال الحديد، حاولت نقلب على الحجرة ولكن والو، باينة خداوها اللوالة، هاهو كيما كتشوفو بحال الحجرة نورمالمون راه جات من لهيه، جات من لهيه من هكا طربات ومشات. هاهي كيما تشوفو الحفرة طربيت مزيان من على الأقل عندها واحد 3 سنين ولا 4 سنين، هادي شوف هنا راه الصبح راه باينة كيما وريتكم قبيلة، ها هي شاد باينة جاي الطاقة من لي جات ضربات، هنا كنت غير دايز من هنا حتى بانت لي هاد الحفرة هادي، قلنا نشوف شناهي كما كما كتشوفوا، يعني باين عم الشكل راه باينه شي حاجه طاحت من الفوق تاعت هاد الحفره هادي، فوالا سبحان الله العظيم جات في الجنب ديال الواد، ها راه هي الطريق اللي هي فين كاين هذاك التراكتور، هو يجي يشوف ديك الطريق ديال المسلات تيفلت، ايوا هابطة هنا في شوية تصخصيخة، المهم لا نوري يجي راه كاين واحد المنظر رائع هنايا، هذا مكان انا لقيته وقلت نشارك معكم تنهد، اكتشاف البسيط وانا نطلع شوية فوق باش تبان مزيان نيت، هيا واحد الفكيرين كيتسارع هنايا تشكيل ديال وفين ضيع كيش بلاد من برسطو، جيت انا نبرسطو شويه يلا سير، ماك ماك تشوف وراها هي واضحه من هنا المهم، السلام عليكم، آخر نظرة.